السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم يا أخوان الأعزاء، اليوم يوم الجمعة، وبس بعد الجمعة أنا اجتمعت إلى غناء أو أغنية لعائشة عبد الباسط المليبرية المقيمة في قطر. سبحان الله العظيم يا أخوان الأعزاء، أنا ما سمعت، صدقوني يا أخواني، أنا ما سمعت غناء مثل هذه لهذا الغناء، لهذه الأنشودة، ما غنى أحد مثل هذه ممكن. يعني يا طيبة، سبحان الله العظيم، عائشة عبد الباسط يعني أنثى الملك، لا يوجد شيء مثل ذلك، لكن ممكن نقول يعني ساحرة وعجوبة من عالم الأناشيد، يعني شيء لا يصدقه حتى العرب. تغني بأسلوب رائع جدا فذ، لم يسبق مثل ذلك شيء كثير في العالم. أنا ما سمعت، أنا أسمع إلى الأغاني كثيرة خاصة الأغاني العربية والإسلامية، سبحان الله العظيم، أنا لا أستطيع كيف أعبر، لا أعرف كيف أعبر عماذا أشعر في نفسي من المشاعر الممتازة، من الإثناء الكبير والتهاني والتبريكات العظيمة لهذه البنت الممتازة، ما شاء الله عليها، سبحان الله العظيم. إخوان لازم تسمعوا هذا الأغنية، يعني أنا أكتب في أدنى يعني المواصفات، عبر المواصفات والبيانات لهذا الفيديو، يعني عنوان هذا الفيديو ورابط أيضا إن شاء الله، وأنا أتوقع منكم إن شاء الله أن تشاهدوا هذا الغناء الجميل جدا. كأستاذ اللغة العربية أنا ما سمعت أحد يغني مثل هذا من الأجيال الغير عربية، أنا متأكد جدا أنكم لا تصدقون أنها غير عربية، سبحان الله العظيم، تلفظها، نطقها، وانغامها، والحانها، وما شاء الله عليها ممتاز جدا. يعني الله أكبر، ما عندي كلمات كثيرة وعندي مشاعر أكثر. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.